الأستاذ الدكتور محمد رضا بسمون، هل حضرتك شايف أن إضافة سلامة حديث الولادة لمقرر الأطباء هيحدث فارق في تقليل الأخطاء الطبية؟ بالطبع نور، مش تحيز، لأن هو المشروع أساساً النقطة الصعبة اللي فيه والنقطة الإيجابية جداً أنه هو بيمثل تغيير ثقافة، ثقافة مجتمع وثقافة أطباء. فنتمنى أن تكون هذه الثقافة بدءا من التعليم الجامعي نفسه، فده أعتقد أنه يكون مناسب جدا، وده جزء من الستاندرد للتعليم في التعليم الطبي في جميع العالم مش مصر بس. أنت هيتم التعميم على جميع مستشفيات مصر؟ أي مشروع بيتعمل بيعتبر بيقدم موديل لتطبيقه تماما، بحيث أن الجامعات المشاركة أول المستشفيات المشاركة، وإحنا طبعاً شاركتنا مستشفيات في وزارة الصحة وحتى القطاع الخاص والقطاع المجتمع المدني، ده جرب فيهم فأصبح المشروع جرب وأصبح الموديل موجود. الخطوة الأخرى هو موضوع إن إزاي يطبق على مستوى حاجتين، الأولى إن يتم هذا في إطار اقتناع وزارة الصحة، وده موجود بهذا الموجود، لأن في معايير اوريدي موجودة من قبل منظمة الصحة العالمية ومعايير موجودة من وزارة الصحة، لكن عمل المشروع عبارة عن موجود مجموعة من المعايير والثقافة لسلامة المريض خاصة بوحدات الأطفال حديثي الولادة، فهو مش جديد على الوزارة أو مستشفيات الوزارة، لكن الجديد هو تطبيقها بالتفصيل في وحدات حديثي الولادة، فممكن أوي يطبق على المستوى القريب. النقطة الأخرى خروج أطباء وتخرج أطباء يعني لديهم ثقافة سلامة المريض هيساهم في تطبيقه بسهولة، فده طبعا بياخد وقت للتطبيق. هل هيبقى في تطوير للمناهج التعليمية للأطباء والتمريض؟ هو تم بالفعل التطوير في بعض الجامعات وإدخاله بعض الجامعات وجاري إدخاله جامعات أخرى، لكن إحنا بنتكلم دلوقتي على برنامج تدريبي للأطباء والتمريض على مستوى الدولة دلوقتي بيتم برنامج موحد اللي هي بقى موجود في حاجه اسمها الهيئه العليا للتدريب وما شابه يعني، فكل هذه اصبح جزء منها والزمالة وغيره اصبح جزء من البرنامج بتاعها وتدريب على سلامه المريض، فده تحديدا.